السلام عليكم ورحمة الله. حول الله عز وجل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، فجن جنون اليهود وأحسدوه. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكفي محمد مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء: يا الله، يا من لك الملك كله، فإنك وحدك الملك المالك لجميع الممالك. ومن أراد أن يجمع في دعائه جميع أسماء الله الحسنى فليبدأ الدعاء بقوله: اللهم. فقال الحسن البصري: اللهم جامع الدعاء، أنت وحدك من تمنح الملك من تشاء من خلقك، وأنت وحدك الذي تعطي الملك من تشاء من عبادك. وملك الله يشمل ملك النبوة وملك السلطان وملك المال وملك الصحة وملك العقل وملك الأخلاق وغيره الكثير. فأما ملك النبوة فلا ينال بالكسب، وإنما استفاء وعطاء من الله عز وجل. فليس لليهود أن يعترضوا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنزع وتسلب الملك ممن تشاء. وقد فعل، فنزع ملك الأكاسرة والقياصرة وآتاه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فله الحمد، ونزع ملك الجبارين وصناديد الكفر والمنافقين. ونزع الملك يكون بعد التمكين والاستقرار، ولو فهم ذلك كل مالك لما اغتر بملكه. وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء بالهزيمة والخذلان. بيدك الخير، أنت وحدك تتصرف فيه بإرادتك ومشيئتك، إنك وحدك على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.